اهلا وسهلا، عدنا بعد الفاصل واهلا بحضراتكم في لقائنا الثابت مساء كل اربعاء، والنافذة التي نفتحها جميعا للوصول الى باب جنة، ابواب الجنة اللي ان شاء الله نلتقي عندها يوم الموقف والمشهد العظيم، وكل واحد يكون صحيفته ومسيرته وافعاله شاهدة له لا عليه. وعشان تشهد له محتاج ان انت تشتغل وتتعب وتتنافس وتتسابق. وترحب الاول معايا بشيخنا ومولانا شيخ حازم جلال، مشرف ومنور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا باستاذ الكبير والاعلامي الالمعي. ربنا يعزك. ازيك يا مولانا؟ ليك وحشه. يد النور، يد النور، منور والله. دايما كده وش صبوح ومبتسم ويدعو للتفاؤل والبشر دايما. الله يستر بخاطرك، وكما يقولون في رؤياكم افراح وعطر الند فواح. سلام، يا سلام على الفتوحات. الله يكرمك سيدي، منور ومشرف. الله يخليك ويبارك فيك استاذ. وخلينا نتكلم في فكره انه عشان نقف هناك ونتقابل هناك. صحيح، محتاجه شغل. أيوة، محتاجه حمد. عمل، ومحتاجه بذل جهد، ومحتاج اخراج افضل ما فينا علشان هذا المشهد العظيم ويوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. كل عام وحضرتك بخير وصحه والسلامه والسلام المشاهدين. والله اسال ان يجعل هذا المنبر دائما منبرا للنور والتوعيه والفكر. اللهم امين. اللهم حضرتك بتقول لابد ان احنا نستغل كل طاقه اعطانا الله سبحانه وتعالى اياها، صح؟ صح. في العلوم يقول لك الطاقه هي امكانيه بذل شغل او احداث تغيير، أليس كذلك؟ صحيح. الطاقة كده. صحيح. تعرفها. صحيح. إمكانية بذل شغل أو أحداث تغيير، فالإنسان لابد أن يكون لديه طاقة. يعني أنا سمعتها، أنا كنت أدبي بس كنت سامعهم في الفصل اللي جنبي بيقولوها. ربنا يديك الصحة. ربنا يعزك. فالطاقة هي إمكانية بذل شغل. أه، إمكانية بذل شغل. تمام. فلابد، وخلي بالك سيادتك، السن مش في البطاقة. السن طاقة. صح. ممكن يكون عنده 60 سنة بس عنده نشاط أكثر. صح، شباب أكثر من العشرينات. الله ينور على صحيح. سيادتك. لذلك الإنسان لو لديه طاقة أن يغير سيتغير. الإنسان لو لديه طاقة أن يغير من حياته، يغير مجرى حياته كلها، غيرها يغيرها، بس إيه؟ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، وبنظرة من الله سبحانه وتعالى. بالله. إذا نظر الله تبارك وتعالى، نظر الله بس سبحانه. هي مولانا، أنا بشكرك على إثارة النقاط المعية دي. الله يبارك لك. أنت قلت كلمة هي المفتاح، بتوفيق من الله. صحيح. كل شيء بأقدار الله وبتوفيق الله. مظبوط. صحيح. بس هنا توفيق الله هيصاحب مين؟ هيصاحب اللي عنده القرار، اللي عنده النية. بالضبط. صح. الله يفتح عليك. توفيق الحق سبحانه وتعالى، وكما قال شيخنا سيدنا الشيخ شقيق البلخي رضي الله عنه وارضاه، الامام العارف، يقول لك ده يسمى بتوفيق العمل. ايوه. وتوفيق العمل فيها خمس مراحل بقى، هتحتاج كل الى حلقات كبيره. حلو. لكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم. يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ليوم ما يكون. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. اشرح دي، وما تغيض الارحام يعني اللي بيقول لك بينزل ساقط. يا سبحان الله. على الرحم يا سبحان الله. يقول لك عنده ايه؟ اجهاض متكرر. أيه. او اجهاض منزل. طبع. او كذا او كذا، ده كله بياتي من ايه؟ وسع علمه كل شيء. الله يفتح عليك. يبقى الله يعلم ما تحمل كل انثى انا كنت قسم علمي فهشرح. يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، توأم ولا مش توأم، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. فربنا عالم ان نيتك عاوزه التغيير فبيوفقك. صح. اذا يبقى ياتي قدر الله موافقا لنيه عبد. يبقى هنا يجب ان انت تتوافر لديك النية، لا خلاف على ذلك، تاخد القرار يعني. بالضبط. ما هو الانسان قرار. احسنت. الانسان قرار. في واحد لك انا عاوز اعمل ده مش هعمل حاجه. صح. عول الصيف عول الشتاء، زي اهلنا الكبار في ادبيات المصريين، ده اسمه المثل. ده في ادبيات المصريين يقول لك عول الصيف وعول الشتاء، ده لا ينتج ولا يعمل حاجه. صح. ده شغلته كلام في كلام، بيساوي كلام. صح. الله يفتح عليك. صح. هكذا تعلمت من حضرتك. العفو. ماشي يا سيدي. انما اللي عنده رؤيه وعنده فعل وعنده قوه هيتحرك. ايوه. يبقى بالتالي ربنا سبحانه وتعالى اذا نظر الى هذا العبد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبمدد وعطاء من الله سبحانه وتعالى، سيتغير الانسان وسيكون الانسان جديد، انسان جديد. فيعمل ايه؟ فياخذ من دنياه لاخراه.
هياخد من ايه؟ من دنياه لاخراه لاخرته. الله يفتح عليك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في عمل الدنيا قال لك حاجه، وفي عمل الاخره قال لك حاجه. قال لك اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا، حط الفيله ده قدامك كده، فاسعوا الى ذكر الله. ماشي، قال لك الجزء الخاص في ايه؟ بعمل العباده اللي هيعود عليك بالنفع. صح، عبادتنا لا تنفع ربنا ومعصيتنا لا تضر ربنا. طبعا، حلو قوي كده. دليل علي، الله يفتح عليك، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فصلت. يبقى فاسعوا الى ذكر الله. طب الموضوع ده خلص بقى الخاص بحق سبحانه وتعالى واللي يعود على الانسان هو فانتشر. الله، ايه الجمل بتاعك ده؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، ادي فاسعوا فانتشروا. ايهما اقوى دلاله، السعي ام الانتشار؟ اقوى دلاله الانتشار. دلالة يعني ايه؟ يعني اقوى في قوة دلالة الفعل، السعي ولا الانتشار. وفي الحركة وفي الجهد، الله الانتشار طبعا. الله يفتح عليك، يبقى الجراد المنتشر. ايوه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لك اهو عمل العمل اللي هيعود عليك بالنافع وهو خاص بك كعبادة اللي هو الصلاة، امرتك بالسعي تسعى اليه. لكن في العمل الذي سيعود عليك بالبناء وعلى الامة وعلى الناس اجمعين وعلى من حولك تبذل فيه جهد اكبر اللي هو الانتشار. يبقى هنا الطاقة ايه بقى بزيادة شوية مضاعفة. صحيح، هنا يحدث التغيير، امكانيه تبادل او احداث. أحسنت. تغيير. أحسنت. صحيح، او احداث ايه؟ تغيير. هي الفكره في كده، انه علشان الكلمه اللي انا قلتها وحضرتك شرحت دلوقتي في فكره ان احنا ازاي نلقى ربنا بصحيفه نبقى مطمئنين ليها وفرحانين بنتيجه مجهودنا، لازم نبذل المجهود. صحيح، قدر قوي. لازم بذات المجهود يبدا بالقرار والنيه، وحضرتك قلت الانسان قراره، دي يعني قاعده عظيمه. هو السؤال بقى ازاي نملى الصحيفه؟ انا عندي ورقه بيضه اهو، قررت ان انا املاها كويس. في ناس كتير فاهمه للاسف ان انا املاها عبادات بس. يعني ايه؟ يعني اكثر من الصلاه واكثر من الذكر واكثر من الصوم واكثر من الحج واكثر من الزكاه واكثر من كل ده تمام. لكن ربنا ما قالناش ندين عبادات، قال لنا دين عبادات ومعاملات. العبادة بدون عمل كالبناء على الماء، الإمام الغزالي. يا سلام، للدرجة دي؟ أمال إيه؟ العبادة يشترطها العمل يا مولانا. لذلك أي حاجة في القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله عليك، صح. جميل ولا مش جميل؟ حلوة. برضه عندك فاسعوا فانتشروا. صحيح، جات أهي، أدي عمل أهو، تطبيق. صحيح. عملي. صح، لائحة تنفيذية لابد. وأنا أعتقد إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المواقف كمان لما قال للشخص العابد في المسجد ان اخوك اعبد منك. صحيح، اخوك العامل اعبد من الشخص العابد. ليه؟ لان ده يتواكل ويسال الناس. وده يتوكل ويسال الله. مش على الناس بس، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقى شخص مقيم في الجامع لا يفعل شيء الا الاقامه في الجامع ويتعبد، فقال له بتاكل منين؟ فقال له اخويا بيشتغل وبيصرف عليا. حديث رواه بعض اصحاب السنه. فقال له اخوك العامل اعبد منك. صحيح، يعني اكثر عباده منك رغم ان انت لا تفارق المسجد. الله ينور. ما هو عباده، هقول لحضرتك الحاجه، ربنا عاوزنا متبتين كنا متبتين. لو ربنا عاوزنا سبحانه وتعالى منقطعين العباده كان هيقول لك كده. صح، انما ربنا سبحانه وتعالى لازم توازن الانسان بين الروح وبين العمل، بين الروح وبين الجسد وبين العمل. مظبوط، الموازنة. والإنسان مكون من ثلاثة، عقل وفكر وروح. غذاء العقل القراءة، غذاء الروح الإيمان. الله. غذاء الجسد الأكل. والغريبة يا شيخ حازم إن في ناس كتير ما بتاخدش بالها، رغم إنها عارفاها وسمعتها من مرة، بس ما بتاخدش بالها من فكرة إنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم إيه؟ إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق. وفي رواية أخرجها البخاري صالح الأخلاق. يعني ما بعثتش عشان اعلمكم تصلوا ازاي، ولا عشان تصوموا ازاي، ولا عشان تزكوا، ولا عشان ده، ما بعثته لاتمم مكارم الاخلاق. هو ده الهدف. الهدف الاساسي كان اخلاق موجوده، بس سيدنا النبي هذبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال اتمم. الله ينور عليك، الله يفتح عليك. ومع ذلك هو يعلمنا الصلاه والعبادات، لانها امر جديد جديد. طبيعي. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حضرتك اشرت ازاي يبيض الانسان اول ما صحيفته او بالاعمال الصالحه. احسنت. وبفعل الخيرات. أحسنت. لذلك ربنا لك فاستبقوا الخيرات وسارعوا. اي عمل الاتجاه الى فعل الخير تلاقي فيه المسارعه والمسابقه والسبق. ليه؟ لانه عمل تنافسي. عمل تنافسي. امال ايه؟ صح، عمل تنافسي، وده اللي يملى الصفحه بسرعه. يملاها بسرعه جدا جدا. صح، يملى صفحتك. رب عمل ثواب. رب بعمل فيه اخلاص لله تسبقه. صح، تسبقه الف عمل. احسنت. طب احنا النهارده بنتكلم على
التفكير في نية العمل الصالح ومساعدة الآخرين والتقرب إلى الله من خلال الصدقات والأعمال الصالحة. وعندنا أنا في رأيي إنها هدية رغم إنها ابتلاء من ربنا، لكن هي كمان هدية. الابتلاء هو هذا الحر القيظ اللي بيضرب مش بس مصر، العالم كله الحقيقة، ودرجات حرارة غير مسبوقة، بس احنا على الأقل قادرين نتحملها بشوية هواء وشوية مية وشوية مية ساعة. تخيل بقى من حرم من ذاك وتلك، وخصوصا المية. هذه طمة كبرى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول من أحب الناس إلى الله، قال أحب الناس أنفعهم للناس. أنفعهم للناس. أحب الأعمال إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم. من أعظم السرور وأعظم الأعمال الله سبحانه وتعالى أن يفعل الإنسان الخيرات لمن يحتاج إليها. لمن يحتاج إليها في الحر الكذا زي ما حضرتك قلت ده، في شديد الحرارة، مسبب جنة عاملة مشروع كبير جدا جدا اللي هو مشروع الآبار، مشروع محطات المياه، صحيح، مشروع مبردات المية اللي بتبقى موجوده، حط في مدارس، حط في الفكره اللي فكر فكره المبردات دي فكره كمان عبقريه. ليه؟ لانه الابار تاخد وقت شويه، صحيح، على ما نتفق ونجمع الفلوس وندرس، وطبعا كل الكلام ده مدروس، بس هياخد له اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر لحد ما يتحضر البير ويجهز، دي هتشيل وتتحط. مبرد المياه ده بكره الصبح الناس تشرب منها ميه ساعه. وسمي سبيل، وهو واستعرف بقى كلام حضرتك من المره اللي فاتت، وهو سبيلك الى الجنه. وهو سبيل، الله يفتح عليك. ليه؟ الله يفتح عليك. لان المورد الموجود ده واحد مشى في الحاره كده تلاقي شويه ماء ساقعين هيشربه، الموضوع صعب هتاخده. تتخيل دعوته بعد ما تبل ريقه شويه ماء ساقعين كده، دعوته للي عمل السبيل هيقول الله يكرمك ويسترك والله يرويك زي ما رويتنا، ويبل ريقك يوم العرض العظيم. الله ينور عليك. يبقى بالتالي عمل والله العظيم المشروع ده انا بعتبره من انجح المشاريع ومن اعظم المشاريع. ليه؟ لان حضرتك انت لما تحطه في مدرسه وتحطه مثلا عند جامع او تحطه مثلا عند في الشارع او تحطه كذا، هتلاقي اللي مره ومش هيفرق بقى مين اللي هيشرب، مش هيفرق يقول لك وانت مسلم تعالى لي غير مسلم، لا يا باشا ده هو ده هيشرب وده هيشرب وده هيقع في ميزان حسناتك. كله عباد الله. انا عاوز اجيب نقطه، عاوز اجيب نقطه معينه، ده يقع في ميزان حسناتك وده يقع في ميزان حسناتك مليون في المية. الله ينور. مليون في المية. الله يفتح عليك. شفت يا باشا ازاي؟ ده بالنسبه للمبردات. الله ينور عليك. الادوم بقى والاكثر نفعا محطات. هو محطات المياه، الابار ومحطات المياه كمان. والمحطات الابار، لان البير هيوفر لك المياه على طول وهيخليك تعمل وظائف الحياه كلها. بالضبط كده، يعمل غسيل ومأكل ومشرب وغير ذلك. وايضا كمان محطات الميه تحليل طبعا، ودي برضو من اعظم المشاريع اللي قايمه بها مسبب جنة. محطات الميه عشان الناس تفهم برضو كلام الشيخ عازم، محطات الميه دي دورها ايه او احتياجها ايه؟ انه المؤسسه باب جنه لما درست بعض الاماكن النائيه اللي لا يوجد فيها ماء فقررت انها تحفر فكره بير. ثانيه لا قررت انها تحفر بير. لما حفرت الابار وجدت اما منسوب الميه، صحيح، منسوب الارض كبير، او ان الميه فيها ملوحه شديده، فبالتالي هنعمل البير وتطلع ميه لا يمكن استخدامها. بالضبط. فهنا وجبت المحطات عشان تحليه. انتقلت لفكره المحطات التحليه، صحيح، المكان اللي ينفع بيه يخش في بير، ما ينفعوش بيه ينفع في محطه تحليه ينفع تحليه. احسنت. وتاتي بقى وسمى بالتحليه لان الميه اللي طالعه مالحه ولا طالعه كذا بيتلاقي بتدور بالدوران، ثم بعد ذلك بيجي يعمل عمليه تحليه، ثم بعد يعني اذا هينتفع منها الانسان والحيوان، وهيشرب منها الطير، وتعمل منها المأكل والمشرب، وتغتسل وتذهب وتصلي لله سبحانه وتعالى. صدقني الله يا شيخ حازم اما نروح نشوف التقرير، بس الاكيد ان انت محط تحليه الكلام. الله يسترك بخاطرك يا سيدي والله، انواركم يا غالي، ربنا يعزك. نشوف الابار ومحطات التحليه، واحده من مبادرات مؤسسه باب جنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد وباب جديد من أبواب الجنة مع مؤسسة باب جنة. احنا النهاردة في محافظة المنيا مركز العدوى، بنشغل البير اللي بثلاث خزانات اللي ورايا ده واللي تصدق بيه أحمد عليان قاسم، إن شاء الله يكون في ميزان حسناته يا رب العالمين. زي ما قلنا حضراتكم قبل كده في مؤسسة باب جنة احنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة الالف بير، والحمد لله كان في تجاوب كبير جدا من حضراتكم، وده شجعنا اكتر ان احنا نكمل في المسيرة اللي بدأناها واللي ان شاء الله بإذن الله لازم نكملها لاخرها. ولكن في كمان اضافة حابين ان احنا نقولها لحضراتكم، ربنا لما اتكلم عن الماء قال أفرأيتم الماء الذي تشربون،
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بعد كده ربنا ذكر حاجة مهمة جدا تعتبر هي المفسد للماء، والشيء اللي بيبوظ المية وبيطلعها عن الأصل اللي خلقت ليه وهو الشرب. وقال لو نشاء لجعلناه أجاجا، يعني المية لو كانت ملحة مش هتنفع للشرب أبدا. وده اللي بيحصل في بعض البلدان، بعد ما بنحفر البير المية بتكون محتاجة للتحلية، ودي مرحلة تانية ومبادرة تانية اللي هي مبادرة محطات التحلية. محطات التحلية بتضمن لينا ان المية ينفع انها تستخدم للشرب اللي هو الغرض الرئيسي اللي احنا كلنا بنتحرك علشانه، علشان الناس دي تشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مش كل البلاد فيها المية الجوفية بتصلح للشرب، فاحنا بنركز على ان بعد ما بنحفر البير كمان نعمل محطة التحلية، لان لو ما فيش محطة التحلية والمية مش صالحة للشرب فهي بتصلح للاستخدام اليومي فقط. احنا عايزين نضمن لأهالينا وناسنا ان المية اللي بنحفرها كمان تكون صالحة للشرب، وده الغرض الرئيسي والغرض الأهم، وده المرتبة، مرتبة الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيها. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في مؤسسة باب جنة بنوجه حرص حضراتكم وكل متبرع ومزكي ومتصدق انه يتحرك كويس جدا الصدقة بتاعته او التبرع بتاعه بيروح فين. واحنا على اتم استعداد لحضراتكم انكم تيجوا معانا وتشوفوا بنفسكم على ارض الواقع احنا بنعمل ايه، والاماكن اللي محتاجة دي عاملة ازاي بالظبط، علشان الصورة تكتمل في ذهنك ويكون عندك يقين تام ان الصدقة بتاعتك رايحة في مكانها المظبوط. بسم الله ما شاء الله، حتى مشهد البير والخزانات اللي فيه مشهد يعني مفرح، حتى مش بس مجرد بعمل بير بس، لا كمان فكرة اتقان العمل يا شيخ حازم. صحيح، لان هذا امر الهي، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أحسن. وستردون الى عالم الغيب والشهادة. خدتوا بالكم من الصورة؟ يعني انا عايزكم بس انتوا تسمعوا الكلام تحاولوا تتخيلوا الصورة. يعني ربنا مش بيقول لك بس اعمل الخير، لا ده اعمل خير وبعدين انا ورسولي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنتفرج عليه ونتابعه، والمؤمنين، فما بالك والناس على الناس على عينه وراسه. بس صلى ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حضرتك طبعا ونين على راسي من فوق، بس يعني صحيح ربنا والرسول، تخيل ربنا والرسول هيشوفوا نتيجه عملك فتتقنوا وتزوقوا وتجملوا وتعملوا بمنتهى الدقه والاحسان، يعني تحت العنايه الالهيه والنظره المحمديه. صحيح. وما كان تحت العنايه الالهيه والنظره المحمديه لا يضام ابدا. الله 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 الله، لا يضام من كان تحت عنايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اهلا بمن لست اهلا لموقفه او لموقعه، اولى المبشر عند الحزن بالفرج، لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام وخاتم المرسلين، وربنا يجمعنا معه في الجنة الفردوس، ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. ولكن دائما وأبدا ختاما نقول كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. شرفت ونورت يا مولانا. الله يخليك سعيد عننا. والله على راسي، والله تعرف معزتك في القلب، والله ربنا يكرمك ويدي بالمعزة والمحبة بيننا وبينك وبين كل السادة المشاهدين يا رب، ويجمعنا دايما على صعيد الخير والبركة. واجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم. اللهم شرفت ونورت.